اوكي، فالمفروض اللقاء بتاع النهارده منقسم الى 3 اقسام. القسم الاولاني هنتكلم هو شكل الجلسه بتاعت الاي بي اي عامل ازاي، وده المفروض الجزء اللي انا هغطيه. وهنتكلم في جزء تاني الخطوات اللي المفروض الاهل يعملوها علشان نقدر نوصل لجلسه الاي بي اي من ناحيه الانتيك والانترفيو والحاجات دي كلها، وده الجزء اللي الاستاذه نوره هتغطيه، وكان الجزء الاستاذه ميرت كانت هتغطيه، الجزء اللي هو ليه علاقه بالعلاقه ما بين محلل السلوك والاهل من ناحيه الحقوق والواجبات. وده ان شاء الله نحاول نغطيه مع بعض انا واستاذه نوره، علشان استاذه ميرت مش هتقدر تكون موجوده معانا النهارده. اوكي يا جماعه، طيب بليز، بس لو في اي حد عنده اي استفسار او اي سؤال ممكن نكتب في الشات بوكس، وهنجاوب على الاسئله دي يا اما واحنا ماشيين في اللقاء بتاعنا، يا اما في الاخر بعد ما نخلص الحاجات اللي احنا عايزين نتكلم فيها. اوكي نور، عايز تقولي اي حاجه قبل ما نبدا؟ لا 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 خالص، زي ما استاذه رضوى قالت، بليز لو في اي اسئله اكتبوها، احنا لو هي يعني حاليا في التوبيك اللي احنا بنتكلم عليه او في الجزء اللي احنا بنتكلم عليه هنرد عليه على طول، لو لا هنسيب كل حاجه لوقتها وهنرد على اسئلتكم كلها ان شاء الله. اتفضلي يا رضوى. طيب قبل ما اقول هو ايه شكل جلسه الاي بي اي او المفروض تبقى شكلها عامل ازاي، عايزه اتكلم سريعا بس على التقييمات اللي احنا محتاجين ان احنا بنستخدمها كمحللين سلوك عشان نقدر نحط البلان او نقدر نحط البروجرام اللي احنا محتاجين نشتغل عليه مع الطفل. الاسسمنت دي في طبعا كذا اسسمنت وحاجات كتيره، وفي حاجات بنستخدمها في مصر هنا وفي حاجات بنستخدمها بره، بس اغلب الاسسمنت التقييمات اللي احنا بنستخدمها بنستخدم البي بي ماب اكتر، سبيشلي محللين السلوك اللي بيشتغلوا مع الاطفال الصغيرين، لان البي بي ماب دي بتبقى من سن 0 لسن 4 سنين، المايلستونز بتاعت الاطفال الصغيرين. يعني كتير من البي سي بي ايز الموجودين في مصر بيشتغلوا مع السن الصغير، عشان كده بيقدروا ان هم يستخدموا البي بي ماب اسسمنت. من ضمن الاسسمنتس برضو اللي بتستخدم حاجه اسمها الايبلز، برضو الايبلز دي معتمده على الاي بي اي، وحاجه تانية اسمها البيك. البيك دي بتبقى اكبر شويه للسن الاكبر شويه، لان هي بتادرس اللانجوج واللغه والحاجات دي كلها، ولكن هي ممكن كمان البي سي بي يستخدمها مع الاولاد لغايه سن 17 سنه، ففيها بروبلمز كتيره وفيها حاجات مختلفه، وبتعتمد على انت ازاي ممكن الطفل يتعلم حاجات كتيره من غير ما انت تعلمها له بطريقه مباشره، دايركت تيتشنج يعني. ومن ضمن الحاجات التانية في حاجة اسمها Essentials for Living، وفي حاجة تانية برضو يمكن في حاجات أكتر من كده، بس زي ما قلت لكم الحاجات المتعارف عليها. البي بي ماب اوكي، الميزه بتاعتها ان هي كمان بسيطه قوي في استخدامها، مش معقده، بتقدر ان انت تؤسس المايلستون بتاعت الطفل، وفي نفس الوقت بيبقى فيه قسم باريرز او مشاكل سلوكيه ممكن تكون موجوده، بتقدر تعرف بيها الايه المشاكل اللي بتكون موجوده للطفل وانت بتعمله الاسسمنت. طيب ده الجزء اللي هو احنا الاول عشان نحط البروبلمز بنستخدم ايه مع الاطفال الصغيرين. معلش يا رضوى، بعد اذنك في سؤال انا هقول لك لو في اسئله يعني كونسرنينج الحته اللي انت بتقوليها، علشان حد بيسالك الايبلز بتتعمل من انهي سن؟ اوكي، انا مور اكسبرت في البي بي ماب والبيك. الايبلز يعني ما عملتهاش او مش خبيره فيها قوي، ولكن انا بقدر اعرف ان هي بتتعمل من سن صغير قوي، من سن مثلا يمكن سنه او سنه ونص لغايه سن 6 سنين، دي معلوماتي عن الايبلز، بس انا يعني ما اتعاملتش بيها او ما استخدمتهاش. كنت احيانا باخد منها بروجرام اطبقها، لكن ما طبقتهاش كاسسمنت علشان هي طويله، بتاخد وقت طويل قوي. يعني من ضمن الحاجات اللي كان قالها دكتور مارك سانبرج انها ممكن تاخد اكتر من 22 ساعه عشان تقدر تعمل الاسسمنت دي وتخلصها. اوكي، فانا فاميليير اكتر بالبي بي ما. اوكي، ده اجابه السؤال. دلوقتي سي خلاص احنا عملنا الاسسمنت بتاعتنا وابتدينا ان احنا هنبتدي نحط بلان، بس في نقطه برضو عايزه اقولها. دلوقتي لما اجي نعمل اسسمنت احنا بنأسس ايه؟ ايه الحاجه اللي احنا بنبتدي نشتغل بنأسس عشان نقدر نحط بلان وبروجرام كاي بي اي سيشن؟ احنا دلوقتي سنس ان احنا one of the main barriers الاطفال اللي عندهم اوتيزم حته اللانجوج والكوميونيكيشن، ديفينتلي في جزء كبير جدا من الاسسمنت والبروجرامز بتبقى رايح ناحيه اللانجوج ناحيه اللغه. فلما بنيجي نتكلم على اللغه وبنتكلم بقى على الحته بتاعت اللغه التعبيريه واللغه الاستقباليه، بس احنا في البي بي ماب الموضوع بيبقى متوسع شويه عن كده. لما بمسك اللغه التعبيريه دي واساس المان بتاع الطفل، هو الطفل ده بيعرف يطلب ازاي؟ باساس حاجه اسمها التاكت، هو الطفل ده بيعرف يسمي الاشياء اللي موجوده حواليه ولا لا؟ هو الطفل ده فاهم الانستراكشنز اللي انا بقولها له ولا لا؟ هو بيعرف يجاوب على الاسئله؟ هو بيعرف يقلد؟ هو بيعرف يردد ورايا؟ هو مثلا لما بيقعد مع الاولاد السوشيال سكيلز بتاعته عامله ازاي؟
كل الحاجات دي بنبتدي ان احنا نعمل لها اسسمنت، وبعد ما نعمل لها اسسمنت بنشوف المستوى بتاعه عامل ازاي. زي مثلا لو هو طفل عنده 3 سنين والمستوى بتاعه على البي بي ماب في ليفل 1، وليفل 1 ده هو يعتبر الفانكشنينج ليفل بتاع طفل عنده من 0 ل 18 شهر، اوكي؟ يبقى معنى كده الطفل اللي عندي ده طفل متاخر، يبقى انا محتاج اشتغل على اللانجوج، محتاج اشتغل على البلاي سكيلز، محتاج اشتغل على الايميتيشن، محتاج اشتغل على حاجات كتير قوي. ونبتدي من هنا نحط البروجرامز ونبتدي نحاول ان احنا ازاي نشتغل على الحاجات دي عشان نخلي الطفل يقدر يوصل للليفل اللي هو المفروض يكون فيه، اوكي؟ هوبفلي طبعا يعني. وطبعا كل بعد اذنك تعتمد علشان بيجي لنا دايما سؤال لما حد بيجي يكلمنا، ايه ده هو انتوا كمان بتشتغلوا على التخاطب وانتوا كمان بتشتغلوا على اللغه؟ لازم نفصل ما بين التخاطب وما بين اللغه از لغه واز استخداماتها اللي هي الطلب، زي ما استاذه رضوى قالت الطلب والرد والتنفيذ الاوامر والحاجات دي كلها. احنا ما بنشتغلش على النطق، النطق ده this is speech، في اخصائيين ودكاتره مسؤولين ازاي الحروف تطلع صح، الارتكيوليشن الحاجات دي كلها، وذر بقى اتس توك تولز ليهم طريقه ثانيه. احنا بنشتغل على الفانكشن نفسها، ما بنشتغلش على التخاطب او لو في مشكله في اللسان او الحاجات دي كلها. دايما في فرق. بس هل احنا بنشتغل على اللغه؟ احنا بنشتغل على اللغه بطريقه مختلفه خالص عن الاطباء التخاطب. Exactly. احنا لو عدنا نتكلم كتير قوي على الموضوع بتاع انا ليه كمان بنشتغل على اللغه، على اللغه هنقعد نتكلم كتير قوي، بس بطريقه سريعه جدا جدا انتوا محتاجين نعرف ان هو اللغه هي عباره عن سلوك، وبما ان احنا محللين سلوك فاحنا بنشتغل على اللغه. يعني ايه اللغه السلوك؟ يعني اللغه دي بتكتسب، الشخص بيتعلم ازاي يتكلم، الشخص بيتعلم ازاي to tag things في الانفايرمنت، الشخص بيتعلم ازاي يجاوب على الاسئله. واي حاجه احنا بنتعلمها يبقى دي حاجه بنكتسبها وبنتعلمها، وليها contingencies معينه او حاجات معينه انا بقدر اعملها مع الطفل عشان اشجعه ان هو يتكلم ويتكلم اكتر والحاجات دي كلها. بس ردا بقى سبيسيفيكلي كمان على السؤال ده، احنا بنشتغل على اللغه لو الطفل بيعرف يقول كلمه احنا بنشتغل معاه على ان هو يقول كلمتين، لو الطفل بيعرف يقول كلمتين بنشتغل معاه على ان هو يقول ثلاثه واربع كلمات، لو الطفل ما بيعرفش يقول كلمات خالص ولكن ما عندوش اي مشكله زي ما استاذه نور قالت، مشكله في الفك، في اللسان، في مثلا في الشفايف، الحاجات اللي هي ليها علاقه اكتر طبعا بالناس بتوع السبيتش، احنا ممكن نشتغل مع الطفل على ان هو يقدر يصدر اصوات وكلمات باستخدام البروسيدرز والطرق بتاعه الاي بي اي، طالما الطفل ما عندوش حاجه فيزيكال تعوقه على ان هو يتكلم ويطلع كلمات وهوبلي ان شاء الله يبقى كونفرسيشن يعني. فده جزء. الجزء الثاني برضو اللي احنا محتاجين نعرفه ان الاي بي اي احنا بنشتغل على البلاي سكيلز، بنشتغل على التخاطب، بنشتغل على الاكاديميكس كمان، على الحاجات اللي ليها علاقه بالحاجات الاكاديميه، ازاي الطفل يعرف الحروف ويتاكت الحروف، ازاي الطفل حتى يكتب اسمه، ازاي الطفل تو ايدنتيفايز النمبرز، كل الحاجات دي احنا وير وركينج على الجزء ده. حاجة تانية كمان بنشتغل عليها برضو السلف، السيشن بتاعة الـ ABA. وبعد ما احنا عملنا الاسسمنت دي كلها، لو احنا افترضنا مثلا ان احنا عندنا سيشن لمدة ساعة، الساعة دي المفروض ان هي يكون فيها بروجرامز بتكفر، لو احنا بنتكلم على طفل صغير وعملنا له الـ VP map assessment بتكفر ان انا ازاي بعلم الطفل ده الطلب، ازاي بعلم الطفل ده ان هو يسمي الاشياء اللي حواليه، ازاي بعلم الطفل ده ان هو يقلد وان هو يلعب بالطريقه مظبوطه. طبعا لان احنا عارفين برضو الاطفال اللي عندهم اوتيزم هم عندهم مشكله في اللعب ودي دونت نو هاو تو بلاي ذا توي، وكتير منهم برضو بيبقى التويز بالنسبه لهم تبقى ستيمينج توي اكتر منها ان هي لعبه بيقعد يلعب بيها. السيشنز بتاعتنا مش بس بتبقى ليها علاقه باللانجوج، اوكي؟ لما بنقعد مع الاهل في الاول، وده الجزء اللي استاذه نور هتكفرت في الانتيكس، بيبقى فيه البيرنتس ليهم كونسيرنز وليهم حاجات. انا ابني مثلا ما بيعرفش ينتظر، انا ابني مثلا عنده مشكله في ان هو مش بيقدر يتحمل اصوات معينه، اوكي؟ انا ابني مثلا الحاجه اللي هو بيقوم كتير من على الكرسي، اوكي؟ بيهيفيرز معينه هو بيعملها. طيب في ناس معتقده ان احنا في الجلسه دي لا، مفيش حاجه اسمها جلسه تعديل سلوك، ومفيش حاجه اسمها جلسه السلوك بنغيره في المكان بتاعه، يعني الطفل بيعمل سلوك ده في النادي نروح النادي ونغيره، الطفل بيعمل سلوك ده في المدرسه نروح المدرسه ونغيره. لا، في حاجه اسمها جلسه تعديل سلوك، في حاجه اسمها ان انا بعرف من البيرنتس ايه الحاجات الطفل محتاج يشتغل عليها وبشتغل عليها جوه الجلسه. لو الطفل اللي عندي بيعمل ستيريوتايب بيهيفيرز وفوكال ستيريوتايب وموتور ستيريوتايب في كل حته، لا انا بحاول ان انا جوه الجلسه احاول ان انا ازاي اظبط الانفايرمنت بحيث ان انا اشتغل على ان انا اقلل الستيريوتايب. لو الستيريوتايب بتحاول
بتعطل الليرنينج بتاعه. ازاي بعلمه ان هو يقدر يعمل استرياط بي فين وما يعملش استرياط بي فين. الطفل ما بينتظرش، انا بنعمل بنخلق مواقف عشان نعلم الطفل ان هو ينتظر على حاجه هو بيحبها. مش فجاه كده الطفل ما بيعرفش ينتظر ومامته تاخده وتخرج بيه في حته، لا انت بس في الانفايرمنت هيك انت بس قولي له لا بلاش نمسك ده وبلاش يعمل ده وهو هيبقى كويس. لا الكلام ده ما بينفعش. ولادنا محتاجين ان احنا تو سيت اب ذا انفايرمنت بالنسبه لهم عشان نعلمهم ازاي ان هم يقدروا. قبل ما اعلمهم في الحياه الطبيعيه لازم اعلمهم بطريقه ستراكشر وطريقه منظمه شويه. زي بالظبط لو طفل ام مثلا بتقول انا ابني بيمسك كل حاجه وما بيعرفش يميز بين الحاجه بتاعته والحاجه اللي مش بتاعته. طيب احنا في الاي بي اي سيشن في جلسه الاي بي اي بنشتغل على ان احنا نعلم الطفل التمييز الديسكريميشن. دي حاجه بتاعتك ما ينفعش بتاعتك ينفع تمسكها، دي حاجه مش بتاعتك ما ينفعش ان انت تمسكها، وفي طرق ثانيه وفي حاجات ثانيه. طفل بياكل اي حاجه من الارض اوكي بنعلمه في الجلسه برضو ان انت دي حاجات ينفع تاكلها دي حاجات ما ينفعش تاكلها، ممكن بالادوات ممكن بالصور ممكن بالحاجات الطبيعيه اللي موجوده لغايه لما نوصل معاه ان هو نقدر نعلمه حاجه زي كده. وبعد كده ماما بقى تقدر تو تيك ات اوفر في الاماكن اللي بتبقى موجوده تانية بره. فاحنا بنعمل جلسات تعديل سلوك، ايوه بنعمل جلسات تعديل سلوك وبنعلم الاطفال جوه السيشن. وجلسه الاي بي اي بتبقى بتنقسم لكذا حاجه زي ما قلنا كونكلوجن بس للحته دي، يبقى فيها جزء لانجويج وفيها جزء ان احنا بنشتغل على الكونسيرن بتاعت الاهل اللي هي ليها علاقه بالمشاكل السلوكيه. وطبعا لما بتكلم عن المشاكل السلوكيه فيها حاجات كتير قوي زي ما اديت الامثله اللي احنا اديناها. وجزء السلف هيلب، السلف هيلب ده برضو اللي هو ليه علاقه بازاي الطفل يغسل سنانه لوحده، ازاي الطفل ياكل لوحده لما يجي الطفل ومعاه اللانش بتاعه ولا معاه البريكفاست بتاعه، والطفل ده يجيب الحاجه ويقعد يوسخ نفسه ويبهدل نفسه ويوقع على الارض. طب ما ذيس از بيهيفيرز محتاجين تو ادريس، محتاجين نشتغل عليها. بنشتغل عليها في الاي بي اي سيشن، ده مش تضييع وقت، بالعكس كل بيهيفير من البيهيفيرز دي حاجه مهمه جدا جدا، لان هي الجلسات مش بس لانجوج مش بس تخاطب مش بس كده. ايه تاني انا بفكر وات ايلس. في حاجه بوينت عايزه اقولها في الجزئيه دي، واي ثينك ان انا ممكن كده اكون اي كفرت كل حاجه. لو في حد عنده اي سؤال قبل ما استاذه نوره تبدا، في حاجه اسمها هوم بيس ثيرابي وسنتر بيس ثيرابي. يعني مثلا ايه؟ يعني انت ممكن تلاقي محلل سلوك بيروح المدرسه مثلا او طبيعه شغله في المدرسه بيشوف اطفال جوه الفصل، ممكن تلاقي محلل سلوك بيروح البيت طبيعه شغله ان هو دايما بيروح يحط بروجرامز للطفل ده جوه البيت. في محلل سلوك تاني تلاقي طبيعه شغله السنتر بيست جوه السنتر. طيب هل معنى كده ان انا لو انا سنتر بيست معناه ان انا لازم اروح البيت للطفل؟ مش لازم، ات ديبندز كل سنتر بيحط البوليسي بتاعه ينفع ولا لا. عشان يقدر ان هو يطلع اخصائيين من عنده يروحوا البيت يعملوا هوم بيس ثيرابي ويطبقوا الحاجات دي، ده موضوع محتاج ان السنتر ده يبقى عنده ثيرابيست زياده، عنده اخصائيين زياده متدربين على اعلى مستوى عشان هو يبقى عنده اصلا ناس تشتغل جوه السنتر ويقدر يطلع ناس من عنده بره. ميبي احنا بنتكلم على اورجانيزيشن كبيره تقدر تعمل حاجه زي كده. فاللي عايز اقوله ان ده موجود وده موجود، بس مش بالضروري ان اللي عنده بيودي طفله سنتر معين اتس الزام من السنتر ان هو يطلع ثيرابيست ان هم يشتغلوا في البيت. طبعا لو ده حاجه مش اوبشن يعني اتس بريفيربل ان البيرنت يتعلم ازاي يقدر يطبق الحاجات دي مع ابنه، فبالتالي يقدر ان هو يشتغل معاه في البيت بشويه جايدنس طبعا من البي سي بي. وطبعا استاذه نور راح تتكلم في الجزء بتاع البيرنت تريننج اكتر. وفي حد عنده اي سؤال في الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي قبل ما ننقل لنقطه ثانيه؟ اتفضلوا. تعالي نبص على الأسئلة في الشات. أنا يعمل تدريب طلب أو تدريب كلمات في أطفال يزيد حرف الكلمات في آخر للكلمة اللي هو إن مثلا يقول كلمة يزود فيها حروف شوية. أعتقد الحاجات دي برضو بتبقى ليها علاقة بالمشاكل بتاعت التخاطب، يعني إن هو يزود حرف على الكلمة أو إن هو يأكل حرف أصلاً. I think دي حاجات يعني تخص التخاطب أكتر، الأوميتنج بتاع كذا حرف. Exactly. بالضبط. بس from the behavior perspective يعني إحنا we keep doing what we're doing. يعني لو أنا مثلاً عايز أعلمه إن ده كوب أقول له مثلاً كوباية، خلاص هو هيقول لي باية فأنا هقول له كوباية، بس أنا ما أعرفش إذا كان هو قادر ينطق حرف الكاف في الأول ولا لأ. اللي يقدر يعرف أكتر حاجة زي كده أو يفيد أكتر أخصائي التخاطب. اوكي عبير بتسال ازاي اهدي ابني، اهدي ابني في نوبات الغضب. اهدي ابني في نوبات الغضب هو توحد 7 سنين. بصي يا عبير يعني علشان يعني ببساطه كده احنا
صعب قوي 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 ان احنا نقدر نعرف سبب اي مشكله سلوكيه من غير ما نبتدي نعمل الاسسمنت والتقييم بتاعها. اوكي، فاي حد هيحاول مثلا ان هو يقول لك اعملي كذا واعملي كذا، ومثلا قولي له لا او بلاش تعيط او حطيه في الاوضه وقفلي عليه الباب او زعقي له او مش عارف صرخي قدامه احضني او او احضني وطبطبي عليه. او مش عارف الكلام ده كله، يعني كل الكلام ده بصراحه مش هيفيد، هيضر اكتر من هيفيد. اللي انا بس اقدر اقوله لك، لو ابنك في نوبه غضب تانترم جامد، وانت مثلا هنفترض مثلا يعني ان انت كنت طالبه منه حاجه معينه ان هو يعملها، وهو في نوبه الغضب الجامده قوي دي، حاولي بلاش تو ستريس، ولازم ان هو يقوم يعمل الحاجه وهو في الحاله دي، محتاجه انك تسيبيه لغايه لما يهدى. اوكي، حاولي تشوفي انت طبعا اضرب ابنك ايه الحاجه اللي ممكن تكون بتهديه قبل كده، لو مثلا سمعتي مزيكا، حاجه بصوت عادي، قولي له مثلا اتس اوكي انا جنبك، لما تهدى انا موجوده جنبك، لما تهدى خالص نقدر نتكلم كل فتره كده، بحيث ان هو بتساعديه ان هو يهدى مع نفسه، وفي نفس الوقت انت بتقولي له ماما جنبك اهي، لما تهدى تعالى كلمني. فده كل اللي اقدر اقوله لك بالنسبه لسؤالك. اوكي، واهم حاجه to keep him safe، يعني لو هو بيرمي حاجات انت بعيدي من قدامه، اولا هو بيرمي عشان انت ما تتاذيش، ولو هو جنبه حاجات هو ممكن يأذي نفسه بيها، حاولي دايما الانفايرمنت اللي حواليه على قد ما تقدري طبعا ان هي تبقى سيف، ان هو ما يأذيش نفسه في اي نوبه من نوبات الغضب دي. وزي طبعا زي ما استاذه رضوى قالت، ان انت طبعا ما بتتجاهليش، في كتير قوي يقول لك اول لما ابنك تجاهليه، يا جماعه التجاهل ده مش الحل السحري لكل حاجه، لا احنا ما نتجاهلش الطفل، احنا لازم على طول يبقى عينك على ابنك وتفهميه ان انت يو ار ذير، ما ينفعش ان احنا نتجاهله كومبليتلي كده. فكل حاجه ليها سبب، لازم نعرف سببها، وبعد كده بنبتدي نتعامل بيزد اون السبب بتاع هذا السلوك او سبب نوبه الغضب اللي عند الطفل. السؤال اللي بعد كده، كم مده دراسه البي بي ماب ومين اللي بيعطي الكورس؟ دي قصة يعني. بصي هو مع بصي البي بي ماب توتال الاورز مثلا انت عشان تاخدي كورس على البي بي ماب، هو بيبقى في حدود من 8 الى 10 ساعات. اوكي، مين بيدي الكورس؟ بصي انا مش هقول مين اسامي ناس بني ادمين يعني، اوكي احنا هنقول هو طبعا اكتر ناس ممكن ان هم يفيدوكي في الكورس بتاع البي بي ماب، اكيد لو حد بي سي بي او لو حد معاه ماجستير في الاي بي اي او حد يعني هيز براكتسنج البي بي ماب ده بقاله سنين بقى وفي اورجانيزيشن كبيره وتعلم على ايد ناس بي سي بي ايز وكده، هم دول اكتر ناس ممكن يفيدوكي وتاخدي منهم المعلومات على البي بي ماب كورس او اسسمنت. اوكي، هم نفسهم البي بي ماب عاملين كورس على الويب سايت بتاعهم، فلو انت كويسه في الانجليزي او الانجليزي مش عائق بالنسبه لك، يو كان جو تو بي بي ماب نفسهم، هم عندهم الكورس بتاعهم وكل التفاصيل موجوده على الويب سايت بي بي ماب بتاعهم. اكزاكتلي، دايما يفضل لو حاجه كده تاخديها من السورس الاصلي بتاعها. ديفنتلي ديفنتلي. اوكي، ليتس موف على النكست توبيك. استاذه مراد اتفضلي. قبل ما ابتدي، اولا اعذروا صوتي، معلش انا متضايقه على ضفادع شويه، بس انا كنت عيانه الفتره اللي فاتت فصوتي مش اعظم حاجه، معلش اعذروني واستحملوني. قبل ما اتكلم في اللي احنا عايزين نقوله، عايزه اقول بس ان كل سنتر له نظامه. احنا دلوقتي هنتكلم او البارت بتاعي اللي انا هتكلم عليه، لو انت ام وعايزه تيجي تاخدي اي بي اي سيشنز، تعملي ايه؟ ايه الخطوات اللي المفروض تفولو اللي تتبعيها علشان تاخدي اي بي اي سيشنز؟ ف احنا هنديكوا دلوقتي البرود لاينز او الاساسيات اللي هتبقى موجوده في ثلاث ارباع السنترز، ولكن تاني كل سنتر له نظامه، فممكن مثلا الخطوات دي تبقى متلخبطه، مش لازم الخطوه الاولانيه تبقى هي الاولانيه، لا ممكن في سنتر تاني تبقى دي الخطوه الثانيه، فبيبقى في اختلافات على حسب السنتر. طيب تعالوا نبتدي باختصار. انا دلوقتي كأم وعايزه مثلا انا عايزه اروح للاستاذه رضوى وعايزه اخد اي بي اي سيشنز عند استاذه رضوى. طيب هنعمل ايه؟ ايه الخطوات الاولانيه؟ اولا يا اما هتكلم في التليفون بتاع السنتر اللي هي حطاه، او هبعت واتساب، او هبعت ايميل. كل ده بيزد اون السنتر الكونتاكت اللي محطوطه لهذا الشخص ولهذا السنتر. اتكلمت هيرد عليا شخص وهيقول وهياخد الديتيلز بتاعه الحاله بتاعه ابنك او بنتك. خلاص هياخدوا السن، هياخدوا باختصار شديد الحاله، هل في تشخيص هل ما فيش تشخيص، برضو باختصار شديد ايه المشاكل اللي انت بتشتكي منها. وبعد كده السكرتيره بتجيلي مثلا بالانفو اللي هي خدتها من الام، من ولي الامر. ولو انا
من الديتيلز، شايفه ان الديتيلز بالنسبه لي واضحه وصريحه ومش حاسه ان فيها حاجه ملخبطه او انا فاهماها او شايفه ان الكيس از فاين، بنطلب تحديد ميعاد بحيث ان الام تجي لي السنتر. لو انا لا في حاجه مش فاهماها وحاسه ان الكلام مش واضح بالنسبه لي، بطلب من الام ان هي، او بطلب من السكرتيره ان هي تكلم الام تاني وتقول لها معلش انا هحد يعني نوره طالبه منك ان هي تحدد معاكي 20 مينت زوم كول علشان تفهم بس الكيس عامله ازاي. الخطوه دي از نوت اوبليجاتوري ومش كل الناس بتعملها ومش لازم كل الناس تعملها، ولكن انا مثلا بعملها ليه؟ لان في كتير من الاهالي ما بيبقوش اصلا فاهمين الاي بي اي ده ايه. فبدل ما تيجي وتقعد وتضيع وقت وبعد كده تكتشف ان هي عايزه تخاطب او محتاجه دكتور نفسي ومش اصلا مش محتاجه اي بي اي، احنا انا باخد معاها الزوم كول اللي هي 15 دقيقه تشرح لي كده باختصار لو يس اوكي هي فعلا محتاجه اي بي اي، بنحدد ميعاد وبتجيلي الانتيك اللي هو اول مقابله ما بيني وما بينها. جت في هذا الانتيك، هذا الانتيك برضو في خلط بيحصل كتير، بيقولوا لو سمحت انا عايزه اجيلك عشان اعمل تقييم، وبيبقوا فاكرين ان اول مقابله ما بيني وما بينهم ده تقييم للطفل. لا، اول مقابله اسمها انتيك، اعتبروها انترفيو، اعتبروها تعارف، ومش لازم الطفل يبقى معاها، علشان برضو السؤال اجيب ابني معايا او اجيب بنتي معايا، مش لازم ابنك او بنتك يبقوا معاك. ليه؟ ايه اللي بيحصل في اول مقابله ما بيني وما بين الام؟ اللي بيحصل ان انا بيبقى معايا فورم، هذه الفورم مليانه اسئله، انا اللي انا محتاجه اعرفه منك الحاجات الاساسيه والمعلومات الاساسيه عن ابنك او عن بنتك، محتاجه اعرف فيه تشخيص ولا ما فيش تشخيص، محتاجه اعرف المشاكل الصحيه اللي عنده، محتاجه اعرف المشاكل السلوكيه اللي انت شايف انت جاي لي ليه، ايه المشاكل السلوكيه اللي انت شايف ان ابنك عنده بيعاني منها ومحتاجني ان انا اساعدك فيها. بنتكلم عن البروفايل الطبي في حاجات اساسيه انا ببقى محتاجه اعرفها، اجان احنا مش دكاتره ولكن في حاجات معينه انا ببقى محتاجه عايزه اعرفها، هل في تاخر مثلا حصل في ايه، هل حصل تاخر في الكلام، ابتدى يتكلم امتى، في سبيتش ديلي. فبيبقى عندي فورم انا محتاجه ان انا املاها مع الام او مع الاب مع ولي الامر، ومش محتاجه حاليا الطفل في اول سيشن. هل ممكن الطفل يجي؟ لو انا عندي ثيرابيست مثلا فري وممكن ان انا احضر بلاي اريا قدامي في نفس الاوضه اللي انا بعمل فيها الانترفيو، بحيث ان الثيرابيست بتاعي بقى قاعد بيلعب مع الطفل وانا I'm merely observing، بحيث ابقى عارفه while ان الاب بيتكلم معايا او الام بتتكلم معايا انا شايفه الطفل ده بيتصرف ازاي مع الثيرابيست، شايفاه بيتكلم ازاي، شايفاه بيلعب ازاي، هل اكشلي بيلعب ولا بيرمي اللعب، هل الكلام اللي الام بتقوله منطبق على اللي انا شايفاه قدامي ولا لا، بس انا ما بتعاملش مع الطفل، I'm observing هو بيلعب ازاي هناك. لو الثيرابيست عندي فاضي ساعتها بقول هاتوا الطفل I can observe، بس ولا في تقييم ولا في، انا mainly قاعده مع الاهل بملى الفورم وبسمع من الاهل شكواهم ايه وهم جايين لي ليه. This is نورا كمان I want to highlight نقطه مهمه قوي استاذ نورا كانت بتقولها، حته ان احنا عايزين بس نطلع من البوينت دي بحاجه مهمه قوي، حته ان احنا كمحللين سلوك لما الام تقول مثلا انا هجيب لك الطفل عشان تشوفيه، عشان كلمه تشوفيه دي نحط تحتيها بتاع 50 خط كده، احنا ما بنقدرش ان احنا نعمل تقييم للطفل من ان احنا الطفل يعدي من قدامنا كده ونعرف ان هو الطفل ايه بقى المهارات بتاعته عامله ازاي. لا، ده احنا بنقعد ساعات وساعات زي ما احنا اتكلمنا من شويه في موضوع الاساس. في حاجه تانية برضو، في كلمتين ساعات الناس بتفتكرها هي نفس الكلمه، بس هي مش نفس الكلمه خالص ولا يمتوا ببعض بصله، التقييم والتشخيص. احنا بنقيم بس مش من اول سيشن، بس احنا لا نشخص، احنا شغلتنا مش التشخيص. يعني لما ام تيجي تقولي طب هل فعلا انا ابني اوتستيك، انا ممكن اقول لك I can see autistic features في ابنك، ان هو مثلا بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، ده ممكن ينطبق على ان هو يبقى عنده autistic features، بس مش دوري ولا من تخصصي ان انا اشخص، انا مش مكان للتشخيص. I cannot tell you طبيا ابنك عنده ايه. فاحنا لا نشخص، ما تجوش لحد BCBA وتقولوا له لو سمحت شخصوا لي ابني، دي مش شغلتنا ومش وخارج اختصاصاتنا. تقييم يس احنا ممكن نعمل تقييم بالتقييمات اللي استاذه رضوى قالت عليها، whether it's BB map whether it's ABLES whether it's speak، وكل الحاجات دي
احنا بنحتاجها وهتكلم عليها بعدين. طيب دلوقتي احنا خلاص في السيشن بتاعه الانتيك ملينا الفورم بتاعه الانترفيو وقلنا ان احنا مش محتاجين الطفل ان هو يجي. طيب اخر السيشن بقى اخر المقابله اللي ما بيني وما بين الام ببتدي اقول لها احنا بنعمل ايه في السيشن اللي هو بقى الجزء اللي لسه استاذه رضوى قايلاه لازم افهمها. طب احنا بنعمل ايه؟ طب خلاص انا خدت منك الانبوت بتاعك، طيب انا دوري بقى ايه؟ انا يا ستي بشتغل كذا، انا بعمل في السيشن كذا، انا كذا كذا كذا، في السيشن بتاعتي شكلها بالطريقه الفلانيه. اجان افري بي سي بي اي شكل السيشن بتاعه مختلف الى حد ما، في ناس بتقسمها الستيشنز، في ناس بتقعد اكتر على التيبل تايم، في ناس بيبقى عندها شويه بلاي تايم، ولكن انا لازم اقول لها انا بشتغل ازاي وشكل السيشن بتاعي عامل ازاي وهشتغل خلال السيشن في ايه. وببتدي اقول لها مبدئيا عدد السيشنز اللي انا بشتغل بيه. احنا عندنا ليميت، مينيمم ليميت اوف سيشنز، ما ينفعش مثلا الام تجي لا والله اصلا انا مش هقدر اجيب ابني غير مره في الاسبوع لمده ساعه. I'm sorry، بالنسبه لي this is a waste of time ليا وليها. مره في الاسبوع ساعه عمرها ما هتعمل تغيير، او انا عمري ما هعرف اعمل تغيير، ولا الولد هيحس بهذا التقدم ولا الاهل هيحسوا بالتقدم. فاحنا ببتدي اقول لها اقل سيشنز انا ممكن اديها كذا، وبعد كده بنحدد عدد الجلسات. الاهل وافقوا شافوا انه اوكي this works for them، الدنيا ماشيه. طبعا بتكلم عن الفيز ساعتها في يعني في اخر الانتيك ده، بقول الفيز بتاعتي عامله ايه، بيدفعوا ازاي، كل الحاجات الاساسيه اللي تخلي الاهل يبتدي يقولوا يقدروا ياخدوا قرار طيب اوكي انا فعلا ينفع اجيب ابني for ABA sessions ولا لا. طيب الاهل وافقوا وقلنا اوكي احنا هناخد ABA sessions، وجت فعلا اول session. اول session دي فيها حاجتين اساسيين. اول حاجة انا اول session مدام خلاص الاهل جم انا بديهم contract يقروا ويمدوا ويرجعهولي، عقد مكتوب فيه كل الحقوق والواجبات واي حاجة بتحصل ما بيني وما بينها مكتوبة في هذا contract. الحقوق والواجبات دي هنتكلم عليها في الشق اللي جاي، ولكن كل شيء مكتوب في هذا الخبر واضح وصريح، وهي لازم تقراه وتمضيه وترجعهولي، يبقى أنا عندي نسخة وهي عندها نسخة. تاني حاجة ببتدي أعمل الأساسمنت. الأساسمنت دي يا بيبي ماب يا whatever الأساسمنت اللي بتتعمل، أنا علشان الولاد أنا بشتغل early intervention فماني بشتغل بيبي ماب. هنيجي نقول هل الاسسمنتس دي ار بايد فور، عشان دي نقطه مهمه جدا، هو انا هدفع ثمن الاسسمنت؟ It depends on the center. هل السنتر هيطلب منك ثمن الاسسمنت بعيدا عن ثمن السيشن ولا لا؟ اسال السنتر واعرف. احنا شخصيا ما بناخدش اكسترا على ثمن الاسسمنت، لان انت ابنك اوريدي معايا خلال الجلسه، فهي ثمن الجلسه ما بنحاسبش على ثمن الاسسمنت، ولكن في سنترز بتعمل كده. هل ده معناه ان هذا سنتر وحش وهذا سنتر حلو؟ نو no. هو ده نظام السنتر بالظبط، كل واحد عنده بوليسي بتاعته، دي البوليسي بتاعته، ده ما يعيبش السنتر ده وده ما يخليش السنتر ده احسن. كل حد بيوزن شغله وبيوزن نظام السنتر بتاعه زي ما هو عايز. again it's part of شغلة الاهل ان هم يسالوا، لازم تبقوا عارفين طيب ده حسابه كام وده حسابه كام، is that extra؟ اسألوا يا جماعة، من حقكم تسألوا، من حقكم تسألوا على كل حاجة، وهندخل في موضوع الحقوق دي بعدين. هنبتدي نعمل الـ assessment. التقييم عادة to be very honest ما بياخدش أقل من 4 sessions. 4 sessions يعني بنتكلم في حوالي من 2 to 3 عشان أبتدي أعمل التقييم. بعد ما بخلص هذا التقييم ليه بعمل التقييم؟ عشان يبقى عندي بيز لاين، انا هحط خطه ازاي وانا ما شفتش الطفل وما قيمتوش. عملنا التقييم من 2 to 3 بيكون التقييم خلص ويبتدي الريزلت تطلع، وبيزد اون الريزلت دي بروح كاتبه الخطه بتاعتي. يبقى انا كده عملت التقييم وكتبت الخطه، اعمل بيهم ايه بقى؟ في 2 options again depending on style السنتر، يا اما هبعته بالميل، هبعت الحاجات دي بالميل،
والاهل، وهكتب للاهل لو عندكم اي استفسارات او عندكم اي اسئله من فضلكم سات ا ميتنج وتعالوا نتناقش فيها. او انا اوتوماتيكلي اول لما بخلص الحاجات دي هكلم الاهل، لو سمحتوا تعالوا لي في السيشن الجايه انا محتاجاكم من كذا وكذا وكذا تو اكسبلين كل حاجه، سواء كانت في التقييم او في البلان. This is mainly it. بعد ما البلان وبنشرح للأهل إيه اللي بيحصل والتقييم والبلان بتاعتها هتمشي إزاي، السيشنز بقى بتبتدي based on الخطة الموضوعة وbased on التقييم اللي حصل. وده mainly الخطوات. هل في أي أسئلة؟ هل في حاجة أنا قلتها مثلاً أو نطيت حاجة أو مش واضحة؟ خلينا نبص على الأسئلة. رضوى أنت اللي كنت سمعاني، هل في أي حاجة مش واضحة في اللي إحنا قلناه؟ Perfect. لا كل حاجة بالعكس you covered a lot of things in one. Perfect. في نقطة بس كنت عايزة أقولها، إن طبعا عدد الساعات بس بتاعت الأسسمنت أكيد definitely هي بتختلف من طفل للتاني. يعني ممكن جدا كمان يعني مش بس ده أسبوعين أو تلاتة، أنت ممكن نخلص الأسسمنت في يوم لو الطفل جاي لي in the early levels of the VP map. يعني ما فيش ولا أساس لما فيش ولا ماند ولا تاكت ولا إميتيشن أو كده. But really depends على الطفل. دي حاجة. الحاجة التانية برضو عشان تبقى كده، في حاجة مثلا دايما بقولها للبيرنتس، لو انا سي مثلا عندي طفل حتى هو looks like من الكلام بتاع الاهل في الانتيك ان هو highly functioning، مثلا ان هو بيعرف يتكلم كويس، عنده اللانجوج كويسه، he can understand things لما مامته بتقول له، عايزين نبتدي نعمل assessment. الطفل زي ده انا بشوف ان هو ممكن يعني نعمل الاسسمنت ويبقى فيها تبقى it will take longer time، تبقى اطول. مثلا زي ما استاذه نور قالت ممكن تاخد يمكن اكتر من 3 اسابيع او 4 اسابيع لو الطفل كمان بيجي مرتين في الاسبوع او 3 مرات في الاسبوع بس 2 hours. الحاجه بس كمان اللي عايزه اقولها it's very important لما الطفل بيجي لنا السنتر، انا مش هجيب الطفل واروح مقعده على الكرسي خلاص واقعد اقول له ده ايه وده مين وده بيعمل ايه وده اسمه ايه واعمل كده وده مش عارف ايه وانت اسمك ايه وماما اسمها ايه واقعد اعمل كده ورا بعض. لا I have to give him breaks. لازم يحس، لازم يربط المكان، المكان ده مكان لطيف، مكان ظريف، الناس اللي فيه بيهزروا معايا بيضحكوا معايا، يبقى احنا ممكن نعمل اسسمنت لحاجه وبعد كده نقوم نلعب شويه، نعمل اسسمنت لحاجه ثانيه وبعد كده نقوم نلعب شويه، نجيب له لعب، بحيث ان هو لازم تبير المكان بناس لطيفه. اذا انا في ام ابنها كان بيقول على المكان انا رايح الكيدز اريا، كنت مبسوطه قوي ان هو بيقول على المكان بتاعنا كيدز اريا. This means that ان مكاننا بيفكروا بحاجات حلوه، بالزقليق او النطاطه والمش عارف ايه. ف that's the thing، ان يعني خلوا الاسسمنت والحاجه تاخد وقتها والطفل يبقى حابب المكان وحابب يروح المكان، علشان يبقى فيه الاسسمنت تطلع مظبوطه وتبقى مفيده للطفل. كان عندنا يعني ام، علشان تبقوا عارفين شكل السيشنز لازم يبقى عامل ازاي، كانت في الاول خالص لا انا هفضل قاعده، انا ابني دايما بيعيط في هي شي هاد اباك يعني اباد هيستوري مع سنتر ثانيه، لا انا هفضل قاعده بره عشان انا ابني بيعيط وبيقلب الدنيا، انا هفضل اوكي اتفضل. هي مش سامعه له صوت، هو الولد كويس معانا في السيشن ما فيهوش مشكله. مره الثانيه هو انتوا بتعملوا ايه في الولد جوه؟ انا مش سامعه له صوت وهو ما بيعملش اي حاجه، طب انا ممكن احضر السيشن؟ اتفضلي احضري السيشن، اعرفي الدنيا ماشيه ازاي. And ابنها he wanted to come the second time and the third time. فاجان اتس اول اباوت زي ما استاذه رضوى قالت pairing السيشن بتاعتك ان هي تبقى actually fun. ليه؟ عشان تعرفي تطلعي المعلومه من هذا الطفل، عشان تعرفي actually التقييم بتاعك يبقى مظبوط، علشان هو يرد عليكي وما يحسش ان زي ما استاذه رضوى اعمل كده اعمل كده هو جاي يشتغل وخلاص. نو no. It should be a fun place لي. ممكن ناخد مثلا أطول من المفروض في الأساسمنت. ليه؟ لأن إحنا it's not just about the assessment، إحنا بنبني زي baseline لشغلنا بعد كده. هو أنا محتاجة إن هذا الطفل يحب هذا المكان. ف sometimes it takes longer than الوقت الأساسمنت فعلا، لأن أنا ما بيبقاش طول session أنا بأساس. No أنا بلعب. Definitely في وقت اللعب أنا بحاول أدور على حاجات وابتدي أحطها في الأساسمنت كنتيجة، بس نو أنا I do play وأنا أربط نفسي بـ fun part للطفل. جماعة بليز بس خلوا الأسئلة تبقى مرتبطة بالموضوع بتاع النهاردة، بلاش ندخل في أسئلة ليها علاقة بقى بالبورد والار بي تي وهيقفل. يعني خلي الموضوع ده نبقى نعمل له حلقة أخرى عشان نستفيد كلنا والأهالي اللي معانا تستفيد بالتوبيك اللي إحنا بنتكلم عليه النهاردة. أوكي؟ طيب نورا بصي في سؤال مش عارفه is this related للموضوع ولا ايه؟ if you want to هل لا مش ده رحاب عبد المنعم raised her hand. ازاي لا ازاي اقدر افهم ولي الامر بالاشراف واهميته بالنسبه للطفل؟ ازاي؟ استني بحاول اشوف السؤال.
محمد بيسأل ازاي اقدر افهم ولي الامر بالاشراف واهميته بالنسبه للطفل. ده ريليتد كويستشنز لل اشراف ايه؟ اشراف على الار بي تي، اشراف على ايه؟ انا مش فاهمه السؤال، لو انت فاهماه فهميني. اللي انا فهمته برضو ان هو يعني محمد انت بتقصد لو انت ار بي تي فانت عايز تفهم الاهل اهميه ان انت محتاج اشراف من حد بي سي بي اي، يعني قد ايه ده مهم. هو ده وده اكيد مهم، هو احنا معاك قلبا وقالبا ان هو شيء مهم، ولو ده هو ده اللي بيحصل. اكتب لي في الشات بس ده. بالظبط، عايز بقى يعني عايز يفهم الاهل مثلا سي لو هو ار بي تي وهو بيشتغل مع طفل قد ايه ان هو ياخد اشراف من حد بي سي بي اي ده مهم لابنه قوي. يس، اولا هذا البي سي بي اي، ما هو الاهل المفروض لازم يفهموا ان هم علشان يتواصلوا معاك لازم يتواصلوا معاك ثرو يور بي سي بي اي، ثرو المشرف بتاعك. ليه؟ لان هذا المشرف هو اللي هيحط الخطه، ما انت مش هينفع تحط خطه. فلازم هم يبقوا فاهمين كده ان اول حاجه، اول تواصل بيبقى ثرو يور بي سي بي اي. هذا البي سي بي اي هو اللي بيشوف الولد في الاول وبيبتدي يحط الخطه، وبناء عليه انت بتبتدي تشتغل مع الطفل على هذه الخطه. فيس الاشراف مهم، الاشراف مهم لان لازم اتابع انت بتشتغل ازاي، هل انت فعلا ماشي على الخطه صح ولا لا، لان انت لو مش ماشي على الخطه صح الخطه اللي انا حطاها دي ملهاش اي معنى، ودفنتلي هم مش هيشوفوا بروجرس. ف لازم طبعا الاهل يبقوا فاهمين الكلام ده. والله واحنا بنحاول دايما ان احنا نفهم ان الار بي تي لازم يبقى مرتبط ببي سي بي اي، وان هذا الاشراف مهم مش مجرد اشراف صوري. ف يس لو الاهل جولنا احنا بنفهمهم حاجه زي دي. بالظبط. وعارف يا محمد كمان لو تقدر تبعت للاهل حاجه يعني ويب سايت بتاعت البورد، حاجه دوكيومنتد بحيث ان هو الاهل يقدروا، طبعا لو بيقدروا يعرفوا يقروا يعني انجلش او كده، بحيث ان الاهل يقدروا يقروا من المصدر او السورس الاساسي الجزء بتاع الاشراف والجزء بتاع السوبرفيجن بتاع البي سي بي اي للار بي تي. اعتقد برضه لما تديهم حاجه دوكيومنتد دي هتبقى حاجه ثقه، يعني مصدر ثقه. اوكي. الجلسة لازم أقسم أهدافها لجزء لغوي وجزء عناية بالذات وجزء سلوكي، ولا لازم أشتغل في حاجة واحدة أخلصها وأروح نورة في على اللي فوق، بعدها؟ نورة في أسئلة فوق. بصي سوري. ناخد أنا بصي أنا كنت ماشية من فوق لتحت. طيب قولي لي، قولي لي عشان اتفضلي قولي لي بقى. أوكي. عبير بتسأل هل الاي بي اي بيدرب الطفل على الجلوس على الكرسي مدة طويلة خصوصا لو عنده فرط حركة؟ بصي هو الموضوع احنا بنعلم التوليرنس بغض النظر، يعني التولرنس بالعربي قوه الاحتمال او يعني ولكن انا ما بعلمش الطفل ان هو يقرا كرسي، انا بعلمه التولرنس، انا بزود فتره الشغل شويه شويه، بشايف ان هو يقعد على في حته في مكان ما يخلص اكتيفيتي. ف اتس نوت اباوت سيتنج اون ذا، يعني الموضوع مش موضوع سيتنج اون ذا تشير على قد ما انا محتاجاه انه يخلص الاكتيفيتي. انا مش عايزاه يقعد على الكرسي، هو مش تعذيب للنفس وللذات وجلد للذات. انت ليه عايزه يقعد على الكرسي؟ انت عايزه يقعد على الكرسي عشان يخلص الاكتيفيتي. فاحنا what we're working on is to build التوليرنس انه يخلص اكتيفيتي معينه، ده اللي احنا بنشتغل عليه. انما لو بصيتي كده او لو فكرتي في الموضوع مفيش اي هدف او اي فايده من ان الطفل يقعد على الكرسي لمجرد انه يقعد على الكرسي. انت بتشتغلي على ايه؟ هدفك الاسمى ايه؟ ان الطفل يخلص اكتيفيتي معينه، انه يفضل قاعد لحد ما يخلص الحاجه اللي قدامه، بغض النظر بقى يخلص طبقه، يخلص التلوين، يخلص واجبه، يخلص. انما مفيش هدف بيقول لك انا عايز الولد يفضل يقعد على الكرسي 10 دقائق لمجرد ان هو يقعد على الكرسي 10 دقائق. اتمنى تكوني فاهمه الفرق واللي انا بحاول اوصله لك. يس وي بيلد تولرنس سكيلز، يس، ولكن احنا وي بيلد تولرنس سكيلز علشان الطفل يعرف يخلص تاسكس معينه قدامه، مش جلوس لمجرد الجلوس. اتمنى تكون مفهوم. اوكي. جماعة لو أسئلة ملهاش علاقة بالموضوع أنا هفوتها، أوكي؟ يعني علشان بس، وبعدين لو في وقت نبقى if we have time. طب إزاي أفهم أم لطفل توحد؟ حسين بيسأل إزاي أفهم أم لطفل توحد أنا احتمال إنها احتمال كبير ابنها مش يكون متكلم وإن الحوار هياخد وقت؟ بص هو احنا للاسف مش يعني دفنتلي موضوع ان هي هتاخد وقت، لازم ده يبقى موجود في الكونفرسيشن في الاول، اللي هو طيب هو زي ما زمان كنا بنتفرج على الافلام العربي، هو في امل يا دكتور؟ هو دايما في امل، يعني هل احنا عارفين هذا الطفل هيتكلم او مش هيتكلم؟ لا احنا مش عارفين، ولكن is it gonna take time؟ ايوه دايما البروسيجرز بتاعتنا والانترفنشنز يوجوالي تيك تايم. ساعات احنا نفسنا بنبقى فاكرين ان بتحط مثلا تارجت فور 6 مانث وتلاقي الطفل بعد 3 شهور ابتدى يطلع لك حاجات انت ما كنتش متخيلها وانت ما كنتش شايفها
في الاسسمنت وابتدى يبقى فيه بروجرس اسرع من اللي انت كنت متخيله، وساعات بيحصل العكس. لازم نفهم دايما الاهل ان احنا معناش عصايه سحريه الماجيك واند، عاده هم بيبقوا شايفين ان احنا معانا، وي دو نوت هاف ات، ولكن دايما لازم نبقى متفائلين، دايما احنا بنشتغل وحاطين قدامنا البروجرس. يس هيبقى فيه بروجرس، امتى هيحصل البروجرس؟ وي دونت نو، ولكن بنديله مثلا من 3 ل 6 شهور. اجان لو في البروجرس ده ما حصلش في حاجه معينه احنا حاطينها، في تارجت معينه احنا حاطينها، وي نيد تو لوك ات ات بطريقه ثانيه. ما هي ممكن المشكله ما تبقاش في الطفل، ما هي المشكله تبقى في التارجت اللي انا حطاه. يعني ممكن انا حطاه بطريقه غلط، او بحاول اوصلها للطفل بطريقه غلط، فلازم ابتدي اغير البلان بتاعتي علشان تضمن لي النجاح. ولكن موضوع الكلام او اكشلي النطق موضوع شائك، فلما بنبتدي نلاقي ان في قلق من ناحيه الاهل، طيب اوكي هنحط an alternative communication model hex، let's work on hex. احنا في الاخر عايزين الطفل ده يتواصل، بغض النظر بيتواصل باي طريقه، ولكن لازم يتواصل. فعلى بال ما يبتدي ينطق، وعلى بال ما يبتدي فعلا الكلام يطلع، لازم نحط له ستيبس ثانيه يعرف يتواصل بيها. فلازم الاهل يبقوا معانا في يعني on the same page. حسين، إضافة إلى كلام أستاذة نورة برضو، it's very important إن إحنا نبقى عارفين إذا كان الطفل ده عنده مشاكل تانية غير الأوتيزم ولا لأ. يعني لو طفل عنده speech apraxia مثلاً، وكمان speech apraxia بتبقى فيها حاجات تبقى severe و moderate و mild definitely. يعني برضو لو طفل عنده severe apraxia أو كده، يعني إن شاء الله إن شاء الله مع الشغل يتحسن وكل حاجة، but I don't think إن الطفل عنده speech apraxia اوكي ان ممكن الطفل ده في المستقبل يبقى يعرف يعمل حوار زي ما احنا قاعدين بنتكلم مع بعض كده. ففي حاجات خصوصا لما يبقى الطفل مثلا وصل 12 13 14 سنه من الشغل الجامد والسبيتش والاي بي اي مع السبيتش ابراكسيا والتوك توز والكلام ده، وانت بسيط ايه وعنده 12 13 سنه بس هي كانوت ران كونفرسيشن، فموست بروبلي ده ممكن التحسن هيبقى فيه تحسن وكل حاجه، بس ما تتوقعش ان هو هيبقى عارف يعمل حوار جامد وكده. ففي حاجات برده ات ميك سنس. يعني السؤال بتاع منال، احنا اتكلمنا فيه منال بس let me explain اكتر. الجلسة لازم اقسم اهدافها الى جزء لغوي وجزء عناية بالذات وجزء سلوكي، ام لازم اشتغل في حاجة واحدة اخلصها واروح اللي بعدها؟ لا يا منال، انت تشتغلي على كله في نفس الوقت. احنا بنشتغل كده horizontal، يعني بنطلع كده، ما بنمسكش مش vertical. يعني مش بمسك مثلا المان واقعد كل شوية اشتغل مان 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 لغاية لما المان دي يبقى في level 3 وبعد كده سي، وبعدين ادخل على التاك تاك واطلع وبعدين ادخل على البلاي سكيل. لا، we work horizontal، امسك كل الدومينز اللي انا بشتغل عليها واشتغل عليها كلها مع بعض واخر. حتى فكري كده فيها، يعني اولا يعني تخيل لو قدرنا طول السيشن نشتغل مان ده او حاجة واحدة بس، اوكي اولا انت هتزهقي والطفل هيزهق وهيبقى مش طايقين بعض، بلس كمان ان انت you need to work على الحاجات الحاجات مختلفة different things، مش حاجة واحدة. اوكي زي الطفل في المدرسة نفس اليوم بيبقى عنده math و science و english و دين و PE و music و art، مش حاجة واحدة في نفس اليوم يعني. اوكي hopefully I answered your question. هو الـ ABA بيفيد الطفل في مشكلة عدم الاستجابة لمنادات اسمه؟ يس يا عميمة، يس. بروجرام مخصوص، بروجرام responding to name. يس، في بروجرام مخصوص كده وبيبقى مكتوب وبندرب الناس تعمله ازاي. يس بنعمل كده، وديفينتلي اتس فيري امبورتنت يبقى عندك رينفورسرز وحاجات الطفل عاوزها جامد قوي، اتس فيري هايلي موتيفيتد عشان ان انت لما بتنادي على اسمه ولما بيبقى بس حتى يبص لك كده وتبقي قريبه منه، ولما يبص لك تديله الحاجه اللي هو بيحبها، ديفينتلي بنشتغل على الحاجات دي. سلوكيات الاطفال لو الغرض منها المضايقه او الاستفزاز زي الضحك الهستيري او الجري، ايه افضل تعامل معاه؟ بصي هقول لك حاجه، او هقول لك معلش، عاده مفيش حاجه اسمها ان الطفل بيعمل كده عشان يضايقك. يعني هي مش رزاله لمجرد الرزاله، ديفينتلي في سبب. He's trying to get your attention، بيحاول ان هو يلفت انتباهك لحاجه معينه، شايف ان انت مشغول عنه، فعاده بيبقى في سبب. فاحنا ما بنمسكش بقى الـ 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 السلوك على قد ما نمسك سبب السلوك، نبتدي نبص هو ليه بيعمل كده. ف وبعد كده بنبتدي نحط الانترفنشن بيزد اون سبب هذا السلوك، ولكن بنطلب ان احنا نبتدي نعرف سبب السلوك، وده شيء مهم. فما بنعرفش نديكوا، لما ببص على ساعات على الانترنت والاقي مثلا خطه تعديل سلوك لطفل بيضرب،
ايوه يا جماعه، ما هو ما ينفعش هي مش خطه ثابته واحده همشيها على اي طفل بيضرب. ايوه طب هو بيضرب ليه؟ وبيضرب في انهي كونتكست؟ وبيضرب في انهي انفايرمنت؟ ف عاده الحاجات دي بترجع تاني لسبب السلوك. اعرفي لي سبب السلوك، حاولي تعرفي السلوك ده بيحصل امتى وفي اوقات معينه امتى، وساعتها هنبتدي نشتغل نقول لك الانترفنشن ممكن تفعل. بس احنا ما ينفعش نقول نتصرف ازاي واحنا مش عارفين السبب ايه. أنا رأيي نوقف الأسئلة ونبتدي نكمل التوبيك بتاعنا عشان فاضل ربع ساعة، وبعدين لو في وقت ناخد بقية الأسئلة اللي موجودة. أوكي، إحنا كده فاضل لنا الجزء اللي هو اللي خاص بالحقوق والواجبات الحقوق بتاعتنا ناحية الكلاينتس، والحقوق والواجبات بتاعت الكلاينتس ناحيتنا إحنا كبي سي بي إيز، رايت؟ بالظبط كده. في خلينا نبتدي برضو نقول حاجة، إن في فرق ما بين إن أنا حاطه للسنتر بتاعي بوليسي وحاطه له رولز معينه، وفي فرق ما بين الحقوق الثابته للاهل اندر الكود اوف ايثكس بتاع الاي بي اي. فاحنا كبي سي بي ايز احنا ملزمين بحقوق معينه تجاه الاهل، ودي حقوق ثابته ما ينفعش الاهل يفرطوا فيها. اوكي، اون ذا اذر هاند انا عندي سنتر حاطه له قوانين، هذه القوانين منفصلة تماما عن حقوق وواجبات الأهل. فلو أنت عايز تتعامل معايا، أنا عندي قانون معين في أو رولز معينة في السنتر بتاعي هقولها لك حضرتك، عجبتك ما عجبتك، وذر بقى اللي هي الفلوس بتاعت السيشن، المواعيد، كل الحاجات دي ما نثبتش حضرتك، it's completely up to you، روح لأكس، روح لواي، و و و، ولكن هتلاقيها مختلفة ما بيننا كلنا. ولكن حقوق وواجبات حضرتك towards اللي هتاخدها الثابته towards الطفل دي ثابته عندنا كلنا، لازم كلنا نمشي عليها. يعني ممكن الاساسيات examples، مثلا examples زي الاستاذه نور بتقول عليك، يعني مثلا الزام ان احنا نعمل assessment قبل ما نحط treatment plan، لازم نعمل تقييم قبل ما نحط اي programs، ده الزام، ده by ethics كده لازم نعمل assessment. الزام عندنا ان احنا نستخدم الطرق التعزيز في تغيير السلوكيات مش العقاب، اوكي ده الزام عندنا. اذا اضطرينا ان احنا نستخدم طرق من طرق العقاب لازم ناخد موافقه كتابيه من ولي الامر، اوكي دي حاجه. مثلا من ضمن الحاجات برضو الحاجات اللي علاقه بالبورد، ان احنا برضو نحاول تو مينيمايز، نقلل الادبل رينفورسرز، الحاجات اللي هي المعززات تحت الاكل والشيبس والكلام ده كله. طبعا الموضوع ممكن يبقى يعني تريكي شويه، لو خصوصا لو انت جايلك طفل لسه ما عندوش اي معززات غير الاكل، هتضطر تستخدم الحاجات دي في الاول لغايه لما انت بالتدريج تو بيلد مور رينفورسرز مع الطفل، اوكي. برضو لو الطفل برضو ملوش غير اليوتيوب والفيديوز، برضو بالتدريج عايز تقلل سكرين تايم شويه. فدي الحاجات بس اللي هي الزام كلنا كبي سي بي ايز. اوكي، كمان ملزمين عشان بيجي لنا السؤال ده كتير، هو انا ممكن اشوف البلان؟ طب هو انا ممكن اتناقش مع البي سي بي اي؟ طب هو انا ممكن احضر سيشن؟ يس، خلينا نقول حضرتك من حقك تعمل ايه، دي من حقوقك ولازم تصر عليها. واحد، حضرتك من حقك انك تاخد ريتن بلان. ريتن بلان مش حاجه بقائي، انا مش هقول لك والله هنشتغل على 1 2 3، لا انا لازم ادي لحضرتك بلان مكتوبه مفصله، ولازم ادي لحضرتك التقرير اللي انا عملته للاسسمنت. الاثنين دول من حق حضرتك ريتن، يتبعتوا لحضرتك على الايميل او تاخدهم ورق، دول من حق حضرتك ولازم يبقوا معاك. ارجع واقول لحضرتك تاني، لو قانون او لو الرول بتاعه السنتر ان حضرتك لما تاخدهم ريتن تدفع عليهم فلوس، دي حاجه بتاعه السنتر مش ولكن حضرتك دول من حقك انك تاخدهم. سبوزيتلي المفروض ان انت تاخدهم من غير فلوس عشان نبقى واضحين برضه، ولكن لو قانون السنتر بيقول لك كده احنا مالناش دعوه بيه. حضرتك من حقك انك تحضر سيشنز، هل هتحضر؟ لو انا ابني بيحضر 4 مرات في الاسبوع هتحضر ال4 مرات؟ لا، ولكن حضرتك من حقك ان انت تحضر مثلا once a week تشوف ابنك عامل ازاي في السيشن. وذر لو هم عندهم مثلا اوضه تقدر تشوف فيها، حضرتك تبقى قاعد في الاوضه تتفرج عشان ما تعملش اي disruption للطفل هو بيشتغل، او ممكن اصور لك السيشن بتحصل ازاي وابعت لحضرتك الفيديوهات. ولكن هل من حضرتك من حقك انك تعرف ايه اللي بيحصل في السيشن؟ يس. هل من حقك
ان انا اكتب لك ادايلي ريبورت او مش ادايلي يعني كل ما ابنك يجي اكتب لك ايه اللي بيحصل، حصل النهارده ايه؟ يس. في حاجه كده اسمها لينك بوك، انا عندي لينك بوك بكتب فيه كل حاجه حصلت في السيشن، البرنامج اللي اشتغلنا عليها، ابنك عمل ايه، عيط ولا ما عيطش، في بروجرام ماستر، احنا خلصنا البروجرام الفلاني والدان، الولد ما كانش حلو خالص المره دي، كان البيهيفيرز بتاعته زي الزفت، يتكتب في اللينك بوك. هل من حقك ان انت تطلب ميتنج؟ يس، من حقك ان انت تطلب ميتنج، again depending on the policy of the center. في سنتر تخبط لو البي سي بي اي فاضي ممكن اتكلم معاك، اتفضل. في لا، في لازم تتكلم في التليفون تحجز ميعاد، وهذا الميعاد بيبقى مدفوع، again it depends on the center، ولكن حضرتك من حقك ان انت تاخد ميعاد مع البي سي بي اي. ايه تاني؟ لو انا هغير بروسيجر، انا كتبت لحضرتك خطه بس انا هغير الخطه لان في حاجه مش عارفين نوصل للهدف اللي احنا عايزينه، هغير فيها حاجه، هل لازم اقول لحضرتك؟ اه لازم اقول لحضرتك واقول لك ان انا انا مش شايفه ان احنا هنوصل لاي حاجه بالطريقه دي، فاحنا وي هاف تو تشينج ذا بلان في النقطه دي، وانا هبتدي اغير البلان. ممكن ادي اكزامبل في الجزء ده؟ فور اكزامبل مثلا اتفضل. انا مثلا جاي لي ابيرنت وعملت اسسمنت للطفل، وكنت شايفه انا مثلا كان رايي ان احنا ساي نستخدم باكس مش الفوكال ووردز، اوكي، بس البيرنت لا هو عايز يشتغل على الفوكال ووردز شويه. طيب هو شايف ان الاولويه لحاجه زي كده، علشان طبعا سبيتش اهم حاجه وبتاع، واحنا لازم نستخدم السبيتش بتاعه، بس انت خلاص ابتديت ان انت تشتغل شويه سبيتش، بس لقيت ان الطفل مش بيacquire more words، مش بيتعلم كلمات، مش بيستخدم كلمات، واحنا انت واقف عندك زي ما انت في حاله زي كده، it's very important ان احنا نطلب meeting برضه مع الاهل ونتكلم معاهم، لا احنا مش شايفين progress في حته السبيتش، we have to use another way of communication. دي ما نفكر في التكس ولا ساين لانجوج ولا whatever، ده برضو حاجة مهمة قوي ان احنا نتفق عليها، وبتتطلب ان احنا ممكن نغير الطريقة اللي احنا بنشتغل بيها بالماند من السبيتش ومن فوكال ووردز الى التكس. برضو من حق حضرتك زي ما قلت تغيير الخطة، من حق حضرتك لو انا هستخدم اي punishment procedures ان انا بقى لك ان انا هستخدم punishment procedures. ايه هي البانشمنت بروسيجر؟ مش ضرب يعني ومش همنصه من ودانه، البانشمنت بروسيجرز ان انا مثلا whether it's time out whether الحاجات دي، هقول لك ان انا هبتدي استخدم بانشمنت بروسيجرز. دي حقوق حضرتك وحقوق ما ينفعش تتنازل عنها عند اي بي سي بي اي، لو هنا بقى في الهند في كوالالمبور في باكستان، في لازم اي بي سي بي اي يلتزم بهذه القوانين وبهذه وحضرتك يبقى من حقك هذه الحقوق. والكلام ده بيبقى مكتوب، لو حركت لو تفتكروا انا قلت ان في كونتراكت في اول سيشن بتبقى ما بيني وما بين الاهل، كل الكلام ده بيبقى مكتوب فيها، حافظين حقوقكم وحقوقنا. طيب احنا بقى let's say زي ما قلت في الاول ان في سنتر بيز وفي حقوق ثابته ليك. طيب السنتر بقى البوليسي بتاعت المكان نفسه دي تختلف من مكان لمكان، زي ما قلت الفلوس هتدفع امتى، سعر السيشن، حضرتك الـ بيسموها الالتزام بالمواعيد والغاء الجلسات. انا مثلا كاتبه لو انا فاكره صح ان حضرتك لازم تلغي الجلسه على الاقل، لو انت عايزه تلغي الجلسه على الاقل بست ساعات قبل الجلسه ما تحصل لازم تقولي لي، لو اتكلمتي قبليها بخمس ساعات لا معلش الجلسه محسوبه عليكي لان انا بوضب جلساتي. غيري مثلا ممكن لا قبلها ب 12 ساعه او 3 ساعات او ما اعرف بايه. This depends on the center. It depends on the contract اللي انت ماضياه. No show. كلمتيني قبلها ب 10 دقائق، لا والله انا مش جايه النهارده. اوكي؟ بلاش ما نجيش بس محسوب عليكي. طب ما حرام احنا غلطه الولد عي مني فقر. هو ما كانش عيان غير من 10 دقائق. Again, it depends on the center وقوانين السنتر. فدي حاجه ما بينك وما بين السنتر، دي ملهاش بقى دعوه بالبي سي بي اي والاي بي اي والكود اوف اثكس والحاجات دي كلها، دي ليها دعوه بقانون السنتر. التعويض السيشنز. طيب انا جيت متاخره نص ساعه هتعوضي لي النص ساعه؟ نو مش هعوض لك النص ساعه، حضرتك اللي متاخره نص ساعه. كل دي حاجات السنتر هو اللي بيبقى محددها، وكل سنتر مختلف عن التاني، فحضرتك لازم تبقي عارفاها. واجان الحاجات دي بتبقى مكتوبه في الكونتراكت،
رجعوا للكونتراكت. المفروض دايما ان في كونتراكت، انا متاكده ان انا عندي كونتراكت، متاكده ان رضوى عندها كونتراكت، متاكده ان مريت عندها كونتراكت، فانا عارفه ان احنا وي هاف ذات. كل اللي عايزين تعملوه ارجعوا ليه، ارجعوا للعقد المكتوب اللي انتم مضيتوه، واعرفوا السنتر ده الرولز بتاعته عامله ازاي. قولي لي في حاجه تانية انا نسيها يا رضوى. في الحاجات بتاعت الريليشن شيب ممكن عموما، بس الحته اللي هي I think you covered it، اللي هي مثلا لما ممكن البيرنتس يبعت ايميلات، بلاش ايميلات، تكست مسجز مثلا واتساب بعد مواعيد الشغل الساعه 7 بالليل و8 بالليل و9 بالليل وان ذا ويك اندز، برضه البي سي بي اي برضه they need to have breaks، يعني محتاجين الوقت بتاعهم، they are willing ان هم يردوا على حاجات معانا during the working hours. فالحته دي برضه يعني اكيد definitely البيرنت البي سي بي لو عنده وقت وكده ممكن يرد، بس لو ما عندوش وقت برضه other parents they need ان هم يعني اكيد they will respect حته ان البي سي بي يبقى عنده الوقت بتاعه، لان هو برضه البي سي بي ده عنده عيله وعنده اولاد وعنده other commitments ثانيه في حياته وكده، محتاج to take care of مع شغله. بس لو احنا مثلا بسيب التليفون بتاع السنتر، بسيبه في السنتر، بسيبه مع السكرتيره وهي بتقفله، واحنا بيبعت مسج our working hours are from 9 to 5. لو انت بعت مسج ووصلتك اللي هي الاوتوميتد، الرساله الاوتوميتد دي اللي هي our working hours، مواعيد العمل من 9 ل 5، وحضرتك مصمم ان انا لسه هرد عليك الساعه 8، طب ما هو انا بعت اصلا يعني عامله الاوتوميتد مسج دي ليه؟ those are our working hours، انا مش هرد على حضرتك النهارده الساعه 8، هرد عليك بكره ان شاء الله الساعه 9 الصبح. لو حضرتك باعت ان انت بتعتذر عن السيشن بتاعه بكره، خلاص انا قريتها شكرا جدا، بيرفكت، ذس از وات اي وانت، انا محتاجه ان حضرتك تبلغني قبل ما السيشن تبتدي، حضرتك اصلا مش مستني رد، شكرا. انما لو حضرتك مستني مني رد الساعه 11 بالليل، ولا تبعت لي مسج في انا في مسجز بتجي الساعه 1 الصبح، اللي هو ليه؟ ليه 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 انا هرد؟ مفيش اي حاجه urgent لدرجه ان حضرتك تبعت باش الساعه 1 الصبح على تليفون الشغل. فمن فضلكم زي ما رضوى بتقول، again those are working hours، الworking hours بتاعتنا احنا بنشتغل في مكان معين وبعد كده عندنا حياتنا، احنا بنشتغل من 9 ل 5 او من 9 ل 6 او whatever الworking hours بتاعتنا ايه، وبعد كده that's it، نشوف حضرتك بكره بقى ان شاء الله باذن الله. هنا انا بحاول ارجع لفوق بس اشوف لو في سؤال فوتناه. هبص بس يا جماعه الاول على الاسئله اللي ليها علاقه بالتوبيك، ماشي؟ ازاي الاهل يعرفوا ان السنتر اللي بيتعاملوا معاه ازاي الاهل يعرفوا ان السنتر اللي بيتعاملوا معاه خاضع للبيهيفير انال سيرتيفيكيشن بورد؟ السنتر خاضع مش السنتر هو اللي خاضع، قصدك صاحب السنتر يعني او المسؤول عن السنتر، لان ممكن يكون سنتر هو بيشتغل جواه بي سي بي ايز، بس هو مش الاونر بتاع او الفاوندر بتاع سنتر، مش بي سي بي اي. هو الفكره كلها بس ان الاهل علشان تو فيريفاي اذا كان ده بي سي بي اي ولا لا، محتاجين يدخلوا على الموقع بتاع البورد ويكتبوا مثلا، يدخلوا ايجيبت، يكتبوا مثلا لما يكتبوا ايجيبت هيلاقوا مين اكتف، هيلاقوا مثلا رضوى، نورا، ميريت، بقيه زمايلنا التانيين كلهم هيلاقوهم. اوكي، هو ده الحاجه الوحيده اللي الاهل محتاجين تو فيريفاي اذا كان الفلان الفلاني بي سي بي ولا لا، لكن ما فيش حاجه بتقول ان السنتر ده تبع البورد ولا لا. اوكي نيفين، وممكن يكون قصدها هل الار بي تيز دول مع شغالين مع بي سي بي ايز ولا لا. تاني الاتصال ما بيحصلش، السؤال ما بيحصل، سوري، الاتصال ما بيحصلش مع الار بي تي، ولو الاتصال حصل مع الار بي تي دايركتلي، المفروض الار بي تي اول حاجه يعملها انه يقول لحضرتك انا تحت اشراف فلان الفلاني، بعد اذنك اتصلي بي. هو يعني هو this should be the automatic response، زي كده احنا working hours from 9 to 5، هو المفروض يقول لك انا تحت اشراف كذا، حضرتك كلميني. وهنرجع للسؤال الماند ده ونرجع للحاجات دي، بس انا بركز على شايف واحد معرفش انت فين. هاي استاذه رضوى، استاذه نور، بي سي اي بي تاكل بتاعهم على حاجه بس. طب بس ما بتسال، انا عارفه ان ممكن البي سي اي بي اي ترفض التعامل مع الحاله، بس ايه هي الطريقه المناسبه؟ لانه انا في حد رفض الشغل مع بنتي بطريقه تعدي علينا بكره. اوكي، حد بي سي اي بي اي بطريقه تعدي علينا. بغض النظر بي سي بي اي او بي سي اي بي اي، يعني انا مثلا اول لو حد اتكلم وقال معلش احنا ابني 9 سنين وعايزه يشتغل مع حضرتك،
انا اسفه انا بشتغل من 2 لـ7 سنين، انا I'm focused on early intervention، وحتى ما بيجي يعني ما بيوصلش لمرحله الانتيك. فتاني انا حاطه لنفسي رولز، انا ما بشتغلش مع اولاد كبار، لان انا الاكسبيرينس بتاعتي مع الصغيرين اكتر من الكبار. فانا بشتغل، فلو حد جالي 9 سنين انا اسفه مش هعرف اشتغل مع ابن حضرتك او مع بنت حضرتك مثلا. فيس انا عندي، انا ليا الحق ان انا ارفض كيسز وات ايفر بقى الكيس جات لي ايه، انا مش عارف اشتغل معاها او حاسه ان انا مش هعرف اساعدها. طريقه رفض الكيس لازم ديفينتلي ما تبقاش بطريقه تعدي علينا بكره لو حضرتك، لا يعني لازم تبقى بطريقه محترمه ولبقه، و يعني هو في اخلاقيات بغض النظر، او في اخلاقيات لازم نحترمها سواء رفضنا او خدنا الكيس. ولكن ان انا ارفض كيس، يس انا من حق ان انا ارفض كيس طبعا، يعني زي ما حضرتك من حقك انك ما تشتغليش مع البي سي بي اي ده وتشتغلي مع ده. يعني هي انا هقول يعني ماي اكسبيرينس، انا قبل ما افتح السنتر انا كنت بشتغل مع اولاد اكبر شويه، كنت بشتغل مع بيهيفير زي الاجريشن والمايلد سيلف انجوريز بيهيفير، اوكي يعني كنت بشتغل على الحاجات دي، وكنت برضو بروح المدرسه واي ورك وذ بيرنتس والحاجات دي كلها على البيهيفيرز اولاد اكبر. بس من ساعه لما فتحت السنتر علشان هو فوكس على الايرلي انترفنشن مثلا، فانا عامله ان انا ممكن اقدر اشتغل اب من سن سي 2 او اقل بشويه اب تو 7 اور 8 ييرز ماكسيمم، 7 اور 8 ييرز ماكسيمم او 6 ييرز، سن 6 سنين 7 سنين 8 سنين، دول السن ده لازم ما يبقاش بيعمل اي نوع من اي اجريشن خالص او البروبلم بيبرز اللي هي الخفيفه قوي الماينر. ليه بقى؟ لان انا المكان بتاعي مثلا او الايرلي انترفنشن دول فيه اطفال صغيرين، فما ينفعش اجيب طفل مثلا كبير شويه engage in problematic behaviors واجريشن مع اطفال صغيره، مع الميكس ده ما ينفعش. فعشان كده بنضطر ان احنا ممكن نرفض كيسز علشان we have to take into consideration اللي فيه مسؤوليه علينا تجاهنا ناحيه الكلاينت بتوعنا الاولاد الصغيره، فما ينفعش ان احنا تو ميكس ده مع ده خالص. اوكي فانا في حاله زي كده بضطر ان انا ممكن ارفض كيسز نتيجه تغيير طبيعه شغلي وتغيير طبيعه الكلاينتس اللي احنا بنشتغل معاهم. اوكي ويوجوالي لما بنيجي نرفض كيسز بنديكي البديل، we try to refer you to people who can actually help you. يعني لو مثلا لو انا بتكلم على طفل سوري حد اكبر من السن اللي انا باخده، بقول لك حضرتك ممكن تروحي الاكس او واي، دول بيشتغلوا مع السن الكبير. لو في اجريشن زياده وشايفه ان هو محتاج دكتور نفسي، حضرتك ممكن تروحي للدكتور الفلاني او الدكتور الفلاني هيساعده حضرتك. فيوجوالي تاني لما بنيجي بنرفض، مش المفروض تبقى ستايل عدي علينا بكره، نو no. المفروض تبقى بطريقه تساعد حضرتك ان انت ستيل تو فايند هيلب مع حد تاني غيرنا. بالظبط، يس نقطة مهمة قوي قلتيها ان we're very good، ازاي ان احنا بنحاول نساعد البيرنت مش بس لا وخلاص كده. يعني بينك بتقول يعني لو توصل لو سنتر ما فيهوش بي سي بي اي زي ما انت رديت يعني قلت لها على حتة الاول دي زحمة. اوكي رضوى بتسأل هو ممكن اي بي اي يفيد الطفل الاوتيزم الخفيف ازاي؟ ده بقى اتس اوتسايد، السؤال ده مش هعرف اجاوبه. I don't know. أنا ما كانش عندي أي كيس بصراحة أي يعني autistic وكفيف seriously. It is a challenge. Yes. It is a challenge definitely. ولكن ممكن على فكرة نقرأ نشوف لو في أي cases ويبقى that's a good يعني سؤالك يعني research. Yeah, سؤالك how how we can read. خلينا ندور والله على researches. شكرا يا مين رضوى، شكرا يا رضوى. بس هو definitely هيفيد، بس how ازاي نعملها؟ هو الموضوع tricky كمان لان kids with autism بيعتمدوا على جزء كبير برضه من learning visual. It's more of a visual thing. بالظبط. طب نبين في مراكز كتير بتقول انها بتشتغل ABA وما فيهاش BCBA. اوكي بصي بتحصل وده مش غلط يعني، ولكن لازم at least يبقى فيه remote supervision. يعني ايه؟ انا فاتحه سنتر، انا ماليش دعوه بالاي بي اي، مش انا يعني اعتبره انا واحده ماليش دعوه بالاي بي اي بس فاتحه سنتر خلاص، وبيشتغل عندي ار بي تيز، جبت ار بي تيز بيشتغلوا عندي، وطلبت من بي سي بي اي ان هو يجي يشرف على هذا السنتر وهذا يعني مش على هذا السنتر، على الار بي تيز اللي بيشتغلوا جوه السنتر. أجان أنا بقول لما بقول إشراف بتكلم على الإشراف الصح، مش بتكلم على الإشراف الصوري اللي إحنا بنشوفه. الإشراف الصح معناها إن أي كيس تدخل هذا السنتر
تبقى تحت إشراف هذا البي سي بي اي. يعني الأهل لما ييجوا ويتعاقدوا على السيشنز يبقى لازم يشوفوا هذا البي سي بي اي، حتى لو كان عايش في كوالالمبور ما شاء الله الزوم ميتنج هايل، هيميتوا هذا الشخص، هيميتوا البي سي بي اي اونلاين، هيشرحوا له الكيس، وهذا البي سي بي اي هيبتدي يشرف على الار بي تي اللي هيبقى بيشتغل مع ابنك او بنتك جوه هذا السنتر، وهو اللي هيحط الخطه. فيس there could be remote supervision، مش غلط، ولكن لازم تبقى actual supervision مش اسما. وعلشان كده احنا بنقول للاهالي من فضلكم قبلوا البي سي بي اي، مش مجرد ان السنتر يقول لكم اه والله احنا عندنا مشرف. عندنا ايوه فين؟ هو اصل ريموتلي. طيب اوكي انا اي نيد تو ميت هيم. لا اصل هو ساكن في، اصل هو في بلد تاني. اوكي اي وونت زوم ميتنج. بالظبط. حقكم بالظبط. بالظبط يا نبيل. هو ازاي اعرف انه مركز معطي؟ اكزاكتلي زي ما استاذه نوره قالت بالظبط، محتاجه تطلبي تشوفيه، تعرفي، تقابليه اونلاين، معتبر كل الحاجات دي، وكان كان دوت يعني. بالظبط وفاء بيقول عشان كده لازم الاهل تبحث شويه وتتاكد. بالظبط يا وفاء. بالظبط كل واحد لازم he has to do his homework يعني. واحنا والله بنحاول as much as possible ان احنا نقول لكم من فضلكم ما تروحوش لحد غير معتمد. احنا بقى بنواجه بسيل تاني اللي هو ما فيش حد. طب ما احنا شغالين، طب هو لازم يبقى ABA. اجان احنا بنقول لكم لو ABA ما تروحوش لحد غير معتمد. عايزين تروحوا بقى تعديل سلوك، عايزين تروحوا whatever اسم الاخصائي ايه، دي حاجه بتاعتكم. ولكن when it comes to ABA بعد اذنكم لازم تبقي متاكده ان هو عليه اشراف، علشان الموضوع ما يبقاش مؤذي للطفل، لان هو لو فعلا مش فاهم ما هو هيأذي الطفل اكتر ما هيفيد. يبقى ركز شغالين وهم مش عندهم ولا ار بي تي ولا ار بي تي كمان ولا بي سي بي. عشان كده فعلا اوكي. اوكي طبعا هو لسه في شويه اسئله، بس الاسئله اللي جايه بقى ليها علاقه اكتر بالانترفنشنز وازاي نعمل ايه وكده. فاي ثينك يا جماعه هي الساعه دلوقتي داخله في 10 الا ثلث يعني. Nora, do you want to say anything? ممكن نبقى ان شاء الله نعمل لقاء تاني عشان كل بقيه الاسئله كلها اللي جايه ليها علاقه بقى بالمشاكل السلوكيه، وازاي ان احنا ممكن، او لو انا عايز اعلم طفلي مثلا لو بيقعد يقول كلمه كذا مره ورا بعض، كل حاجه من دول ليها يعني طرق ازاي ان احنا ممكن نساعد الطفل، ازاي اعمل معاه لايك اي كونتاكت. كل الاسئله دي هيبقى صعب نجاوب عليها دلوقتي. اوكي الوقت بتاعنا اصلا اوريدي خلص، وكان الفوكس بتاعنا زي ما احنا قلنا. فلو في اي سؤال قبل ما نقفل في الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه ده، احنا اتكلمنا في ثلاث اجزاء، اتكلمنا على شكل السيشن بتاعه الاي بي اي، اتكلمنا ازاي تاخد ميعاد او ايه هي الخطوات بتاعه سيشنز الاي بي اي انك تبتدي السيشنز بتاعتك. التالت حاجه اتكلمنا عليها الحقوق والواجبات بتاعتك وبتاعه البي سي بي اي في العلاقه اللي هي ما بينكم. بالظبط. هل في اي اسئله في الثلاث اجزاء دول؟ لو في حاجه احنا ما وضحناهاش، لو هو رحاب انت رفع ايديكي من زمان. يا رحاب حاسه ان ام سوري انا حاسه من زمان. انت عايزه تتكلمي؟ عايزاني افتح لك المايك ولا عايزه تكتبي قولي لي؟ لا شكلها كانت رفعها بالغلط، هي نزلته. Yes. 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 Do you have a question, Rehab? Please. Totally. Muted. Tab. Okay. Just a second. Is it recorded and sharing? أيوة, it is recorded. أستاذة رضوى بتريكورد. طب رحاب انت ثانيه واحده. لقيتك. جربي كده. يس اوكي. مساء الخير. مساء الخير.
سوري الأول على المداخلة لأني ما بعرفش يعني أعبر بالكتابة. كنت سألت الدكتور، سمعت الدكتور كانت بتقول لو ار بي تي احنا بعيد عن الدياجنوزيس أو إن أنت تبعد عن التشخيص. طيب وات إف لو أنا أوريدي كدراسة أنا أخصائي نفسي مثلا وار بي تي، هل يجوز هنا ولا لا؟ ومسكين يبقى انت جدا بتشخصي ومعذرة على بناء على المداخلة. ان انت ار بي تي، ولا انت بتشخصي عشان انت طبيب نفسي؟ أخصائي نفسي، لا أخصائي نفسي. يبقى تمام. حضرتك اخصائي نفسي عشان كده بس مش عشان انت ار بي تي، لان انت كار بي تي انت مش دارسه التشخيص. تم يعني فاهمه الفرق؟ انت لما تيجي تشخصي وتطلعي ريبورت وتكتبي، هتكتبي رحاب عبد المنعم اخصائي نفسي اخصائي كذا كذا نفسي. كذا. اكزاكتلي، مش هيبقى ملهاش اي علاقه بالار بي تي، مش هتكتبي ار بي تي اصلا. يعني انت ويل يوز الكريدنشال بتاعك ده في الحته دي. الار بي تي بقى ده هتستخدميه وانت بتشتغلي اي بي اي، فانت كل حاجه فيهم هتستخدميها في الحته بتاعتها. واضح يا رحاب كده؟ اوكي. Alright. شكرا يا جماعه، نتمنى ان اللقاء كان مفيد بالنسبه لكم وبالنسبه للبيرنتس. Thank you نورا. It was great Thank you رضوى. انت كمان. Okay. Thank you very much. نشكركم على حسن استماعكم وحضوركم. شكرا جدا. Bye bye. Okay. Bye bye. سلام.